حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، برنامج وجد في قناة الرافدين لنسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع التي نطرحها في كل حلقة من حلقاتنا. بداية، أي شخص وأي مواطن وأي متابع ومتابعة يقدرون يتصلون بنا على أرقام البرنامج اللي راح تظهر أسفل الشاشة. عندكم الرقمين ذني اللي إذا تشوفوها أمامكم تقدرون تتصلون بها بأي لحظة من لحظات البرنامج من داخل العراق. أما الرقمين اللي دا تشوفوها حالياً أمامكم أذني الاثنين تقدرون تتصلون بها من خارج العراق، فعندكم أربع أرقام للاتصال من داخل العراق ومن خارج العراق. وفيما يخص الرقم الأخير، هذا الرقم اللي دا تشوفوه هنا رقم الواتساب مخصص للرسائل بس، لحد يزعل من عندنا، لحد يأخذ من خاطرة علينا، لحد يضوج من قناة الرافدين. هذا الرقم مخصص للرسائل، مخصص للرسائل النصية، فأتمنى أن تكون رسالتك مكتوبة، أتمنى أن تكون رسالتك مطبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقرأها في الدقائق الأخيرة من لحظات هذا البرنامج، ونقرأ كل رسالة ونعرف صاحب أو صاحبة الرسالة اللي بعثها لنا. اليوم بالعراق أكو جرح نازف. هذا الجرح اللي نشوفه اليوم بالعراق مدى يندمل، مدى يطيب، لا حد يحط له علاج، ولا أحد يلزق لهذا الجرح حتى ما يظل ينزف. وشون أقول، ويظل دماء الشهداء أو ظل دماء الشهداء تسري على شوارع بغداد، على شوارع المحافظات العراقية. إذا تريدون تعرفون عن شنو دا أحكي، خلونا نتابع هذا الفيديو ونشوف أنا شنو أقصد. تفضلوا. موضوع حلقتنا هو هذا الفيديو اللي شفتوه قبل قليل. هاي الدماء اللي قاعدة تنزف على أرض العراق هي موضوع حلقتنا اللي احنا نحكي بيه اليوم. الفيديو اللي شفتوه هاي مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار. مدى أفتهم شنو هذا الإصرار الحكومي على إرهاب الناس؟ طبوا داعش الإرهابي واحتلوا مناطق من العراق نتيجة تقاعس وانهزام وخذلان العراق على يد قوات جيشه، وسووا ما سووه بالأهالي وبالمواطنين، وحرقوا وهدموا وعدموا، والناس كلها تقول هذا إرهاب، فصارت عمليات للتحرير. ورا التحرير صار إرهاب أكبر بس ما حد حكى عليها. واليوم اللي دا يصير بذي قار صار بالبصرة وصار بالنجف وصار بكربلة وصار بواسط وصار بميسان وصار بهواية مدن وهواية مناطق، بس هم أنا ما حد يحكي عليها. لما يطلع لك، إذا لاحظتوا الفيديو اللي شفناه كله وإذا تردون نعيده وتشوفوه، شباب ما بيهم واحد عبر الثلاثين أو عبر الخمسة وثلاثين، شباب بمقتبل العمر، تلقيهم ذولا من المفترض انه هسه قاعد يفكر شلون ياسس حياته. من المفترض انه هذا الشاب اللي طالع اليوم الظاهر انه يفكر شلون يبني مستقبله ويكون مستقبله ويبني له بيت او يشتري له بيت ويتزوج ويخلف ويعيش، وهي
التقليد أو الروتين اللي ماشي عليه البشرية منذ أن خلق رب العالمين آدم. لكن المواطن العراقي اليوم والشاب العراقي مثل ما شفتوهم بالفيديو، هسه مهما طموحات الشباب في كل بلدان العالم، بس اللي هام وظيفة، هام راتب، هام يعيش، هام يدور أخوه أو أبوه اللي موجود بالمعتقل وما يعرف عنه كل شيء، هام يشوف أكو كهرباء ببيته، هام يشوف أنه يقدر يوفر إلى أهله، إن كانت أمه أو أخوه أو أخته أو أهله، أي شخص من ذويه يوفر لهم لقمة، هام أنه يقدر يعتمد على نفسه ويشوف نفسه أنه هو أصبح ذا مسؤولية. ولما يطلع الظاهر تطلع لنا القوات الأمنية وتستخدم به شتى أنواع القمع. واليوم بالناصرية استخدمت القوات الأمنية وميليشيات الحشد الرصاص الحي، مثل ما استخدمت القنابل أو قنابل الغاز المسيلة للدموع الغير مخصصة للاستخدام المدني في قتل الناس. رصاص حي اليوم أطلقت على المتظاهرين أدى إلى إصابة 22 واحد. هاي كله ليش؟ لأن المتظاهرين اليوم طلعوا يطالبون بإقالة المحافظ ناظم الوائلي على مود واحد ومنصب هالواحد هذا. أنت استخدمت رصاص وقتلت ناس، هم أنا استخدمت خزينة الدولة، لأنه هاي فلوس الرصاص منو يطلقها ومنو ينطيها، هم أنا أرهبت الناس وهم أنا قتلت شباب وهم أنا رعبتهم وهم أنا ما ترفض تنفذ لهم طلباتهم. أنا السؤال اللي أريد أطرحه، ليش هالإصرار على قتل الناس؟ يطلعوننا بالتلفزيونات وبالاجتماعات الأسبوعية وبالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، ويطلع لنا الكاظم ويطلع لنا ما أدري منه، ويطلع لنا المعمم الفلاني ويطلع لنا الأفندي الفلاني، وكلها تسوي لي لقاءات صحفية ولقاءات تلفزيونية ومؤتمرات صحفية ويحكي الفساد والخطف وإرهاب الناس، الفقر، الأمية، كلن يحكي بيهن. بس لما يطلع مواطن يطالب بحقه ينكتل. لما يطلع مواطن يقول أنا أريد كهرباء ينكتل. لما يطلع أستاذ جامعي أو أستاذة جامعية وتقول أنا أريد تعيين ينكتلون. لما يطلع صحفي يريد يؤدي واجبه ويصور اللي دا يصير بالعراق من غضب شعبي على هاي الأحزاب يعتدى عليه. ما بقت قيمة للإنسان اليوم بالعراق، ولا أكو واحد دا يعطي قيمة للعراقيين. ذول الشباب شوفوا لياهم كلهم، شنو من المفترض انه احنا نستغل به هاي الطاقات البشريه؟ حياتهم طالعين بصف هنا، شوفوا لي اعمارهم كلهم، ذولا ما اشغلهم عندي بشركات انا اسسها كدوله وارجع المدن مثل ما كانت، ما اشغلهم عندي او ادرسهم واتعب عليهم حتى اشغلهم بالسدود وبالمياه بالوزارة الزراعة وبالري وبكل مكان وبالهندسة، ما أتعب عليهم وأقولهم أنتوا شباب تعبتوا بهذا البلد، تعال أخذ جزات تعبك. عندنا اتصال، محمد من كربلاء ويانا، حياك الله يا محمد. محمد محمد تسمعني؟ يبدو انه اخ محمد منقطع الاتصال وياه ومدى يسمعني او مدى اسمعه، اتمنى يرجع لنا. علاء من البصرة، علاء علاء تسمعني؟
انقطاع الاتصال يا الأخ علاء. أتمنى من الأخ محمد من كربلاء والأخ علاء من البصرة أن يرجعوا لي ويعطوني رأيهم بالموضوع. اليوم المواطن لما بده يطلع يتظاهر، مع الأسف أنه الشاب العراقي وصل به الحال إلى درجة أنه بطل يصدق بكل شيء، وبطل وبدأ يشوف الدنيا أنه هو ما راح يسوي، ما حد راح يدير له بال، ما حد راح يقدم له شيء، ما حد راح يسمعه، حتى السياسيين. شوفوا السياسيين من دناوتهم، يطلع واحد من عندهم ويقول أنا وياهم وذولا خطية المتظاهرين، ده يعتدى عليهم. بس هذا تلقيه بس ده يحكي بالتلفزيون، وما شفنا له موقف على أرض الواقع. يطلع موديل ثاني يقول لك ذولا مخربين جايين يعطلون الدوام ويسوون هالسوالف، بما معناه يعني هو ضدهم بس ما قال أنا ويا القوات الأمنية. ويطلع نموذج ثالث يقول لك بيهم مندسين يهددون الأمن الوطني، نفهم من أدهى أنه هو ناطي الضوء الأخضر للقوات الأمنية وميليشيات الحشد أن تسوي ما تسوي بيهم. وأكو نموذج وهواية موجودين من السياسيين من هالنموذج هذا، اسمه بس على الورق هو سياسي، اسمه بس على الورق أنه هو يشتغل بالعملية السياسية، بس ما حد شايفه، يشوفوه بس وقت الانتخابات بكيلو خيار وكيلو بوتيته، لو دجاجة مشوية وعليها صورة المرشح، لو بطانية لو صوبة. علاء من البصرة رجع لنا، حياك الله يا علاء. السلام عليكم أستاذ أخي. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. شلونك أستاذي؟ نحمد الله على كل شيء. ألو. ألو حبيبي. أخي إحنا شوف. ألو. أي يعني. يا أخي إحنا هذا الحكي هواي نسمع وهواي يعني هاي الأمور كلها مرة علينا اللي بتسولفها كلها هي صحيح إن إحنا قاعد نسمع. نعم. ألو. تلبي بالصوت على بس على الحكومة أو على الحكومة، هي الحكومات اللي قبل هاي الحكومة هي تسوت بالناس، واللي راح تجي همي همش راح تسوي للناس. نعم. هي مو الصوت بس للحكومة، تدري بمعنى الصوت؟ ايه الصوت بالشعب هو نفسيته، لأن هو الشعب ثلاثة أرباع 90% 80% هو قاعد يرضى باليصير، يعني بنفسه هو اللي يصير به واللي يصير بابنه ويصير بولده، هي الناس راضية بهذا الشيء. هو بالقبل هاي الحكومة ديك الحكومة الأولية راحت اللي أجزت جرمها اللي ارتكبت وياهم هي كانت راضية بها الناس، وهسه هم هي راضية الناس بهذا القاعد يجري. انت لا تلوم بس الحكومات، انت لوم الناس اللي ترضى بالظلم واللي ترضى بهذا الشيء واللي ساكت على هذا الشيء. وحتى اللي يجي بعد جرحة واللي يجي بعدهم، صدقني الناس ترضى بهذا الشيء، هي يعني قنعانته وقانعة بهذا الشيء اللي قاعد يجي. نعم. اي فانت يا استاذ أجل انت كل تقولونه كل تحكيون، احنا قاعد نتابع قناتكم نتابع حكيكم، ما عندكم غلطة تقولونه، بس يا اخي انت عراقي وكنت بالعراق وانت تعرف يعني العراقيين وتعرف شنو يعني هم، شنو هم الشعب هو يعني ما اقول لك اكو ناس خيره واكو ناس زينه واكو ناس طيبه ما تقبل بهذا الشيء، بس هاي الناس مسحوقه ما لها اي كلام ما لها اي صوت ما لها اي نفوذ بال 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 بالوجود. الباطل هو الاكثر وهو الاغلبيه. اي فيا استاذ احنا نحب نشارك وياكم، فانت هذا الشيء هم اتصل وانت شيء يعني يقول دقق بعد من كثر الاتصالات وكثر المكالمات. صدقني هي الناس هسه قاعد هاي الولد قاعد هاي الناس اللي تروح وتموت وتتجرح وتنظلم، هي ليش هاي مو ولدهم مو ابنائهم مو ولد عشائرهم؟ ليش باقيين الباقيين يعني من كل عشيره يطلع اثنين ثلاثه؟ ليش هي العشيره بها كل عشيره وكل منطقه بها الاف الناس؟ اذا ذيك الناس هي باقيه راضيه بهذا الشيء ترضى به، واللي يجي بعده واللي يجي بعده
هم ترضى بي هم نعم. ترضى بي. نعم ايوه نعم. اشكرك شكرا 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 لك اخ علاء. ابو محمد من السليمانيه حياك الله يا ابو محمد. استاذ رفائيل السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الله يسلمك استاذ رفائيل. استاذ رفائيل يعني اولا يعني احد النازحين يعني هلا بيك الله يسلمك. وثاني السجن يا استاذ العزيز يعني هوايه شباب راحه ظلم. نعم وهو هو يعني ظلم ابو يعني انت تشوفه يعني لا والله انا وياك انت مو بالحكومه وانا كمواطن عادي وناز انا وياك عاده بس استاذ العزيز يعني ابريايا ما اهلي راحت يعني هذا شنو ذنبهم هذول استاذ العزيز صار لي 7 سنين نازح بسليمانيه هاي استاذ غفل يعني والله انا ملينا يعني مو بس انا مليت ملت يعني من النزوح يعني أنا يعني لا أنا أكل بافاج يعني أكو ينطونك الحكومة شيء محدود مثل 23 25 بل 2025 ترجع ماكو محدود يعني بس تفكر وأمل ماكو يا أستاذ رفع يعني أحس على على إحنا نريد من قناتكم زورونا في المخيمات نعم. يعني كل اللي دايع لانتو يعني خمسة ما يتبرون من عندنا احنا ساكنين مخيم السليمانية ونريدكم تزورونا ليه جاي وتشوفون حال المخيمات اللي قاعدين بيهن وخش جوا بالخيمة وشوف العدد مال كل 10 نفرات بخيمة يا استاذ رفل والله بزعنا نعم انا يوميا قاعد اتابع برنامجك هسه قبل ما طلع البرنامج الاذاعه عزلت استاذ رفل إذاعتكم حتى حاليا مقفولة شنو هي مقفولة؟ الإذاعة مالتكم انقفلت قبل ما طلعتوا المتظاهرين انقفلت الإذاعة مالتكم على جونات انقفلت نعم إيه يا أستاذ رفيقكم يزورونا رحمة لأبوك يعني إذا ما عليك نعم نعم إيه شكرا 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 لك ابو محمد. طبعا نشكرك على تنبيهنا الى قضيه التشويش الحكومي على بث قناه الرافدين ننقلها ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. محمد من كربلاء حياك الله يا محمد. السلام عليكم استاذ أفل. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي صديق البرنامج محمد من كربلاء. والنعم منك ومن اهالي كربلاء حبيب الورد. الله يحفظكم ويحفظ قناتكم المباركة. نعم يحفظك رب عليكم. والله يحفظ الثوار تشرين والله يحفظ المتظاهرين واللهم انعل ذولا الحكومة الفاسدة الحكومة الإيرانية الحكومة الأمريكية زين. واستاذ أفل أخوي نعم راحت القناة ماكو لا صورة ولا صوت البث انقطع. وصلنا خبر. اي والله هسه ماكو يعني طبيت على التردد طبيت على هاي انقطع ماكو صراحة يعني ماكو راحت. تمام. لا صورة ولا صوت. اي والله. والله يحفظكم من مصور من كادر من صحفي من مقدم برنامج والله يحفظكم يا قناة الرافدين كلكم بحق الرسول محمد. يسلمك ربي يا غالي. الله يستر عليكم واحد بجاه الرسول الأكرم محمد. الله يخليك. يعني انتم القناة الوحيدة اللي تنقل الخبر الصحيح. واجبنا اخويا واجبنا. زين وربي يحفظكم وممنون منك استاذ أفل حبيبي. حبيبي 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 سلمك. مع شكرا السلامة. شكرا لك اخ محمد. انه يعني اليوم الشعب العراقي من تسمعوه ما بهم واحد راضي عليهم. بالمقابل تحس السياسيين من يطلعون بلقاء تلفزيوني هو اللي بلط الشوارع العراقية مو بقير بورد. هو اللي مخلي الشعب العراقي عايش في بحبوحة. هو اللي مخلي الشعب العراقي عايش منغنغ بينما الشعب العراقي اليوم عايش بالضيم. من تباوع على السياسيين وحكيهم ووضعهم اليوم تحس روحك انه هو دا يحكي على بلد مثل سويسرا هولندا بلجيكا
والطامة الكبرى الأمم المتحدة والمجتمع الغربي والأسرة الدولية قاعدين يصدقون. طلع لنا واحد ويقول الحكومة ملائكية، خلوا بوقت العراق نائب رئيس اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في عز ما كانت ما تسمي نفسها حكومة عراقية تنتهك حقوق الإنسان بالعراق. تعذيب، خطف، إخفاء قسري، سجون سرية، مخبر سري، والمشكلة كلها يعني موثقة. لو الأمم المتحدة تريد تكون منصفة ويا الشعب العراقي وتعطي حقها للشعب العراقي، اكو هواية فيديوهات تقدر تستخدمها الأمم المتحدة وتفعل قوانين على الحكومة العراقية تؤدي في ضوء ذلك إلى تغيير النتيجة أو تغيير المعادلة اللي تصير اليوم بالعراق. أنا شو استفاد أنت تحطي لي منظمة على لائحة الإرهاب ويا بعدها الصول والجول، مثل ما كان قاسم سليماني على قائمة الإرهاب الدولية اللي وضعتها الولايات المتحدة من الثمانينات. أنا شو استفاد تمنعين الدعم عن 4 سياسيين أو عن 5، وهو بعد عنده جواز دبلوماسي ويسافر ويروح ويرجع وعايش حياته. أنا شو استفادتي تبدي لي قلق أو استنكار أو شجب البيانات المعهودة للأمم المتحدة، بينما الوضع اللي دا يصير بالعراق اليوم أقوى مما فعله هتلر في ألمانيا، أقوى مما فعله موسوليني في الصين، أقوى ما فعله موسوليني في إيطاليا، ماو سي تونغ في الصين. بالمقابل الشعب العراقي اليوم ببحده، الشعب العراقي اليوم ببحده، ما حد يوقف وياه. وليد من السماوة حياك الله. السلام عليكم أستاذنا العزيز. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي العزيز. أستاذنا العزيز، نعم، انقطع اتصال وليد. أتمنى يا وليد ترجع لنا مرة ثانية حتى نسمع رأيك. عندي أبو علي من واسط، حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حضرتك ومساء الخير للجمهور. مساء الأنوار أغاتي. المظاهرات مو بس بالناصرية، المظاهرات في كل العراق، لكن بعض الأحيان ما تسلط الضوء، وبعض الأحيان الشعب لقمة يعني. مو جديد هذا على السلطة الموجودة، لكن ليش استمرار المظاهرات؟ يعني هسه دعونا احنا مو متضامنين ويا المتظاهرين. المتظاهرين طلعوا صار لهم تقريبا حوالي سنة واكثر على الحكومة او على السلطة، هي مو حكومة. زي شنو اللي سوته السلطة؟ يعني سوت الأسوأ. الميليشيات نفوذها قوة، زاد يعني معدل الخطف والقتل بالعراق، ماكو محاسبة. يعني احنا ايسنا من قضية المتظاهرين على الطرف الثالث، هذا ايسنا من عندنا من اساسا، هم يعرفونا وحافظينا وخلاص سدوا القضية ما تطموها، لكن هسه زاد بعد موجود وهم يعرفونا نفسه بتعاون بين الكاظم يبون يختدر. زين براء اليوم يعني زاد التضخم بالعراق، يعني امتى من قيمة الدولار من 119 او 120 صارت 150؟ يعني راتب الموظف قبل اللي كان مثلا يسوى $500 اليوم صار يسوى 300. وانت اساسا العراق لا خليته يزرع، لا خليته ينتج، لا خليته صناعة موجودة حتى يشتري بقيمة الدينار العراقي، يعني شيء مستورد بالدولار يبيعونه بقيمته بالدولار. يعني الموظف قبل كان بال 500 اللي بيشتري سلعة معينة، هسه قام ما يشتري الا قيمتها بس 300 ألف، لان الدولار يعني عفوا الام 300 صار يشتريها ب 500. زين التضخم هذا اللي زاد انت بيش عالجته؟ فالمتظاهرين من طلعوا وما طلعوا بطر، وما طلعوا والله احنا ما عندنا شيء، وما طلعوا انه هم يردون. يعني انتم شنو سويتوا؟ هم طالعين اساسا على الفشل الموجود، على التخبط الموجود، هذا بالورقه البيضاء والاصلاح. إذا هذه إذا ورقة البيضة بدايتها تضخم، لعاد نهايتها شلون؟ على حكي أهلنا يقول صخام ولطام، صخمتها ولطمتها أنت؟
زين رواتب راح تنقص، ما عندك سيوله، انت خليت ميزانيتك على 30 دولار هسه وصلت لل 60. زين ال 30 هذا احنا كعراقيين نسال ال 30 زياده 30 دولار باسعار النفط وين تروح؟ هل هم انتم مسددون بها قروض؟ ولا مثلا انتم اساسا راح تزودون بها الاعاشه؟ زين الحصه التمويليه وينها؟ يعني هسه زمن صدام كان مقبور ولا وراح، هسه هم خايفين من قاعده رغد قدام الكاميرا قاموا يرتبون بيناتهم. هذاك صح كان راتب الموظف 3000 دينار يعني دولار واحد. زين بس كان نعطيهم حصه تموينيه، كان قيمه الحصه التموينيه توصل لمليون دينار بوقتها. يعني كان صدام كان يقدم دعم للشعب مليون دينار للعائله، هذا كان عليه حصار. بعد انتم ما عليكم حصار يا اخي، مي معقوله يعني الشعب من يطلع يقول انا شنو اللي سويته لي؟ شنو اللي انطيتوني؟ حتى الانتخابات اللي انتم اساسا يعني كل التصريحات مو دستوريه. يعني صار اذن الانتخابات لها مسره حسب الدستور اللي هم خلوه، الدستور الفاشل، هسه هم الفاشل ما يمشون عليه. يعني رئيس الوزراء ما من حقه يدعي الانتخابات مبكره، والمفوضيه ما من حقه تشتغل على الانتخابات الا يكون قرار رئيس جمهوريه. لذلك انتم حتى الانتخابات كنتم تتاجرون بها. وقمت تسجلون بهم اسماءهم تجي تختارونهم ثاني يوم. يعني الشعب من طلع يعني من خلاص يعني وصل الحد انتهى. مثل ما قلت انت لا هتلر عمل ولا موسوليني عمل ولا حتى هم اللي يسامونهم البعث هم سووا، هم سووا اللي انقص من عنده عشاكم. يعني هم الوجه الجديد الهتلر الموسوليني الحزب البعث، هم جدا هذا وجه جديد. لا وهم بعد طغوا عليه، يعني هم سووا اكثر من عنده. أنا أشكر أستاذ انتحت. شكرا 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 لك أبو علي. اليوم القضية خلونا نفكر بها بطريقة أخرى. تعرفون لو أي زعيم حزب أو أي زعيم سياسي اليوم يعد نفسه زعيم أو يعتبر نفسه زعيم، لأنه ما بيهم زعيم، هم بيهم رؤساء سلطة، هم بيهم متسلطين، هم بيهم إقطاعيين، لأنه فعليا اليوم المفروض نسميهم إقطاعي سياسة. وزارة خارجية إقطاعية إلى عائلة الوزير، وزارة التجارة إقطاعية إلى عائلة الوزير، وزارة النفط كذلك، وزارة الكهرباء كذلك. اليوم عبارة عن إقطاعيات اقتطعوها لنفسهم وإلى ذويهم. هاي إذا كان جايب ذوية بلاش، مستحيل. المهم بس لو نفكر إلى طريقة أخرى أو بطريقة أخرى، أي واحد من ذولا إجا وفكر وقال أني ما اريد اصير مثل ذولا، ووقف ويا الشعب وطلع المسجونين، طلع الابرياء، ونطى كل بريء حقه وكل مظلوم حقه، وقف المخبر السري، ولما واحد يجي يشتكي على واحد ويقول فلان شفته يسوي فلان شيء، وراحوا وتاكدوا وشافوا وهذا بريء، يتعاقب اللي اجى خبر لانه نطى اخبار كاذب، والحقوق ورواتب وشغل وما اعرف شنو. تتوقعون الشعب العراقي ما راح يتشلب بيه ويقولون فلان ده يحاول يبني، خلينا نعطيه فرصه؟ ماذا افتهم؟ هل هم عندهم غباء سياسي لو يستغبون سياسيا؟ علاء من عادل من لندن، عفوا، حياك الله يا عادل. الله يحييك عيون، تحياتي لك والجمهور قناه الرافدين. حياك الله غاتي أخي العزيز. أول شيء أحب أشكر قناة الرافدين على متابعتها لهاي المواضيع، واجبنا، والوضع اللي جاي يعيش العراق حاليا، وبالذات الأخوة الشباب اللي جاي يتظاهرون. بس عندي بس عفوا عندي طلب يعني أو قول ملاحظة. قضية الاستهداف الناشطين واستهداف المتظاهرين وما يحول حولها، يعني هاي صارت العراقيين كلهم يعرفونها، من المتسبب شنو القصد منها وين يريدون يوصلون ليش جاي يستهدفون، هاي كلها معروفة. القاسي والداني يعرفها، كل العراقيين يعرفوها من طفل إلى أكبر الشخص. الشيء اللي أتمناه، هل بالإمكان تكليف مختصين إعلاميين باحثين حتى يجدوا حل لهذا الأمر، والحل هذا يكون عن طريق الخارج، دول الخارج، اتحاد أوروبي، محكمة العدل الدولية، محاكم جرائم الحرب؟ من يحطهم الدولية؟ بس حتى نفتهم أخ عادل،
تفضل. ها عيني؟ شلون عفوا؟ منو يخلي ذول المختصين او الصحفيين او المتابعين؟ لازم من كائن من كان، مبادرة من قناة الرافدين المحترمة، مبادرة من الناس الوطنيين، لأن ماكو حل مسألة إن إحنا نبحث هذا الموضوع ونتابعه ونسلط الضوء عليه حتى نجد حل من داخل العراق، هذا لا يمكن. هاي السلطة مجرمة، سلطة جاي تستقوي بإيران، وعدها القوة وعدها المال وعدها السلاح، والناس المقابل هم ناس عزل، فهذه الجرائم راح تستمر، وهذا النزيف الدموي راح يستمر. طيب إلى متى؟ إلى متى؟ لازم شيء ينحط له حد، وينحط له حد بالقوة، بالقوة، بقوة القانون الدولي إذا أكو قانون دولي، بقوة المحاكم، بقوة ما المهم ينوجد حل، لأن هذا الدم اللي جاي ينزف ما ماكو شيء جاي يوقفه، وجاي يستمر وجاي يزداد وحشية، وجاي يقنن. جاي يقنن بقوانين بالعراق، جاي يقرون قوانين بقتل الناس، وكلنا جاي نشوف هذا الشيء. طيب إلى متى؟ نعم. فأتمنى من قناة الرافدين، كونها هي السباقة دائما، وهي القناة الوحيدة اللي جاي تبين هاي الهموم، هموم الناس، هموم المواطنين، وهموم المتظاهرين، وآلام المتظاهرين، ودماء المتظاهرين اللي جاي تسيل من أكثر. هي التظاهرات مو تظاهرات تشرين عفوا، وهي قبلها كانت أكو تظاهرات، قبلها كانت أكو اعتصامات بالأنبار وغير الأنبار، وقبلها بالحويجة، وقبلها وسالت دماء بكثرة وغزارة، وما نوجد لها حل. إذا ماكو تحرك دولي ما راح يلقى حل، راح يباد هذا الشعب، والله راح يباد هذا الشعب، سوف يباد. نعم. إذا ما نلقى حل هذا الشعب سوف يباد. وأشكركم جزيل الشكر. شكرا جزيلا أخ عادل. أخ عادل، المشكلة بالمجتمع الدولي اليوم اللي أني مستحيل في يوم من الأيام أتوقع أنه المجتمع الدولي راح يوقف في الشعب العراقي أو راح يوقف في العراق. بداية خلينا نستذكر كل شيء. احتلال العراق ما بي قرار أممي، مع ذلك الأمم المتحدة موقفة ضده، مع ذلك ما صدرت قوانين داخل الأمم المتحدة وداخل المجتمع الأوروبي أو الغربي الدين احتلال العراق، على الرغم من تكشف أنه كل شيء بني عليه الاحتلال وبني عليه الغزو عام 2003 هو كاذب. يعني هم بنوا احتلالهم إلى بلد وتدميرهم إلى بلد وتدمير مؤسسات بلد وتدمير جيشه وتدمير ناسه وقتل وذبح وصواريخ وأطفال انقتلت وخافت على كذبة. ما شفنا قوانين تنصف الشعب العراقي بعدها. بعد ذلك صار اكو احتلال بالعراق وصارت بجرائم بشعة، إن كان على يد متقاعدين مثل ما صار بساحة النسور، وإن كان على يد قوات الجيش الأمريكي المحتلة مثل ما صار ويا الطفلة صابرين، اغتصبوها وقتلوها هي وأهلها، وما شفنا أي قانون ينصف الشعب العراقي. بالمقابل بعد زمن وجدنا أنه الإدارة الأمريكية تعطي البراءة لمن أقام بجريمة ساحة النسور. عندي اتصال وارجع اكمل لك المعطيات. ابو فاطمه من النجف حياك الله. ابو فاطمه يا فت. نعم معك اغاتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تحيه لك اخي ولكافه. حياك الله اخوي. الحقيقه الجرائم والاعتداءات ما زالت يعني من قبل الميليشيات ومن قبل الجهات الأمنية طبعا تتفرج، يعني ما في بالنسبة لنا ما لا توجد أي ما لا يوجد أي دور للجيش والشرطة في المحافظات حتى في بغداد إن لم يعني يكن مشارك. إذا لم يكن نعم أحسنت مشارك. هو فعلا يعني المعروف أن هنالك أخبار وتعرف يعني لا يوجد دخان بدون نار، يعني لا. كثير من الميليشيات كان يعطوها ملابس الشرطة والجيش حتى يغطوا على الجرائم. نعم. ومقتدى الصدر موجود، مجرم مقتدى الصدر معروف
يعني في عنده تسجيل في اليوتيوب يقول لك تريدون ارسلوا لي ملابس للشرطة حتى ادز لكم اياهم، هذا بالموصل، هذا قبل في 2006 2007. فالجرائم اخي مع الغريب استاذ أفل، الغريب في الامر يعني الان فاحت ريحة الجرائم وصلت الى القمر، ولا احد يعني يبالي ولا احد يتكلم، وكانما العراق يعني الدم العراقي اصبح في بورصه الاجرام، والدماء هو ارخص الدماء مع الاسف الشديد. نعم. انا اريد اقول كلمه استاذ أفل لو تسمح. تفضل. وخلي يسمعها، تسمعها يسمعها الذيول وغير الذيول والمراجع ال يعني الخاوية أو المراجع اللي غير حقيقية. العراق لن يكون ولن يصبح دولة كهنوتية أبدا، سوف لن، هذا حلم يعني ونجوم السماء أقرب لهم. العراق لن يصبح دولة كهنوتية، ولا حكم الولي الفقيه، ولا حكم مرجع معين. العراق فيه أديان مختلفة وفيه مذاهب مختلفة، فهذا نحن لن نقبل بهذه المهزلة عندما يرسل ممثلة الأمم المتحدة أو غيرها وغيرها يلتقوا بشخص يا ريت كان عراقي، شخص أعجمي ولا ندري هل هو حي أو ميت. هاي خلي رسالة يعرفها الذيول والمجرمين والميليشيات والعصابة اللي موجودة في بغداد. فأخي نحن مع هذه المصائب ومع هذه الجرائم، الناصرية هي ذي قار، وذي قار يعرفوها الإيرانيين، كسرت خشم الفرس والمجوس يوما ما وستبقى. نحن نريد يتكاتف أخواننا في الناصرية، ونحن حزام ظهرهم في النجف وفي كربلاء وفي بصرة وفي بغداد. أخي أنقل لك صورة صغيرة للإجرام كذلك الموجود في النجف، في مستشفى الصدر التي كانت هي مستشفى صدام. نعم. تصور لا يسمحون للمواطن العادي أن يقوم بإجراء فحص متطور على جهاز يعني يستخدم الأشعة الذرية وغيرها، جهاز متطور للحالات الخطرة، لا يسمحون للمواطن العادي أن يجرها إلا أن يكون مع إما مع ميليشيا مقتدى الصدر أو من ميليشيا الحكيم. بغير هذا لابد أن تأخذ يعني على أساس ياخذ موعد، ويعطوه موعد بعد 4 أشهر هو في كذب يعني حتى يموت ويذهب، يروح خارج المستشفى لازم يدفع 400,000 دينار. نحن نريد نسأل يعني هل الكاظم يعرف بهذه المهزلة؟ الطب كان مجانا، كان مجانا للمواطن العراقي. فهذا ما يعني نريد نعرف شنو، هل هو إذلال للعراقيين لأنهم عرب، لأنهم عراقيين، لأنهم كسروا خشم الخميني وشربوا كأس يعني هذه لا لم نسمع بها. ومع ذلك نحن ليس أنا أحترم الشعب الإيراني بصراحة، يعني شعر له ثقافته ولا كذا، لكن نحن هذا أخير جملة أقولها، العراقيون ليس هم الإيرانيون، لن يسكتوا عليكم أيها المجرمين وأيها الذيول إلى أبد الأبد حتى نأخذ بحقوقنا وثأرنا وكل كل شيء نرى. وشكرا. شكرا لك أبو فاطمة. عبد الرزاق من بابل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلون أستاذ أفل؟ هلا بيك أخوي. أستاذ أفل، بالنسبة للمظاهرات المتظاهرين لما يطلعون هم مو بطرانين، طالعين مظاهرات يعني مطالبين بحقوقهم، الحقوق مالتهم مشروعه، يردون خدمات، يردون تعيين، يردون يعني تحقق لهم الدوله مطالبهم. فلما الدوله تستخدم اسلوب القوه والعنف ضد المتظاهرين هذا ينافي الدستور يكفل للمواطن ان يتظاهر وأن يطالب بحقه. فعندما يخرج المواطن ويطالب بحقه ويشوف القتل والأسلوب العنف من قبل الدولة، هذا شيء يعني عارض الدستور اللي هم سنوه اللي هم قرروه. أستاذ أثل، بالنسبة للتشرينيين اللي هم أصحاب الانتفاضة والمظاهرات واللي هم يعني أصبحوا اليوم هم رمز للوطنية،
يعني أتمنى عليهم أن لا يشاركون بالانتخابات، لأنه الانتخابات ما تخدمهم أستاذ أفل، لأنه لا ما يملكون، لا يملكون المال ولا يملكون السلطة ولا النفوذ. فإذا شاركوا بالانتخابات فأنا بالنسبة لي أعتبره هو خيانة لدماء الشهداء. فاللي أتمنى من الأخوة المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم أن يقاطعون الانتخابات حتى العالم يعرف بأنه الشعب العراقي ما يرغب هالديمقراطية هذه اللي انبنت على الدماء وعلى السفك وعلى القتل. فأتمنى أن يكونون على الموقف مالتهم الموحد، واللي على أثر هذا الموقف الشعب العراقي من شماله جنوبه بفضل الله اتوحد، واللي اليوم يعني احنا قضينا بالأخص بهذه المظاهرات، أثبتت هذه المظاهرات بأنه العراقيين هم ينتمون إلى وطنهم وينتمون إلى عروبتهم، والعراقيين هم يرفضون الطائفية، والعراقيين هم أصبحوا اليوم وحدة متكاتفة، لا ما يحترمون الطائفية والمذهبية. فاللي أتمنى من الله أن يحفظ العراق والعراقيين وينصرهم، ونقضي على هذه المسميات الأحزاب والميليشيات، ومن الله التوفيق أستاذ أفل. تحياتي. شكرا لك. شكرا لك أخ عبد الرزاق. بالنسبة إلى رسالة الواتساب، أول رسالة: السلام على من اتبع الهدى. أخ أفل هذا العامري من يقول: ماكو فقر بالعراق، هل أبوه كان يستلم 2.5 مليون يا مجوسي؟ إن شاء الله الله يحشرك مع قاسم سليماني وعاش الثورة تشرين. أخوكم من بغداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لقناة الرافدين. العراق حاليا مثل الغابة، القوي يأكل الضعيف، هذه الميليشيات ما تعرف سوى قوة السلاح والقتل، متظاهرين يقتلون، المتظاهر ينادي في حقوقه يقتل، مثل صلاح العراقي وجلال الشحماني وغيرهم من شهداء العراق الطاهرين. سامي من هولندا. السلام عليكم أخي العزيز، ممكن أصير صديق قناتكم الذهب أخي الطيب؟ صحيح كنا رحنا فدوى هذا الوطن واستعدينا وقالوا إحنا جوعانين، خلنا ناكل، ما شايفين حشاك وحش المشاهد مثل الكلاب الجوعانة أكلم طيورنا، بس ممكن كلام الكاظمي والصدر والغيرة لو تقولوا لهم كلهم وبعد العمر كله أكو بنات بلد الرافدين بنات يرفع عن الراس، وآني انسعدت في قناتكم الذهب يا ذهب. شكرا جزيلا لكم. آني أم سجاد، حياك الله أختي العزيزة. مساء الخير بقناة الرافدين، أسأل شنو البث بعد؟ ماكو أشو يمنا، ماكو لو بس هاليوم. والله يا أخي العزيز يا مو بس عندك، يبدو أنه أكو تشويش حكومي على بث قناة الرافدين. أستاذ أفل، نطلب من حضرتكم من جانبكم من جانب قناة الرافدين إضافة رقم كورك للاتصال من العراق حتى نقدر نتصل بكم إن شاء الله أخوي العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز، الأمم المتحدة هي مشاركة بقتل الشعب العراقي لأن الحكومة العراقية تدعمها بالأموال، كل ما ذلك نستنكر، كل ما ذلك نستنكر هذا العمل. الأمم المتحدة هي موافقة بقتل الشعب العراقي من قبل الحكومة العراقية من قبل الميليشيات الوالية إلى إيران، ويجب على الشعب العراقي أن يعلم بهذا الشيء. مشاهدينا الكرام وأخ عادل، إذا أريد نعتب على المجتمع الغربي، فالمجتمع الغربي ما وقف ويا الشعب العراقي نهائياً وإلى يومنا هذا. كم عراقي وعراقي رافع دعوة في المحاكم الدولية أو في لندن أو في أمريكا أو في أي مكان على القوات المحتلة للعراق في وقتها واللي سوتها به؟ إلى اليوم ما صارت أي نتيجة بهذا الأمر، وصار لهم أكثر من 18 سنة وهم يقولون تحت التحقيق. بالمقابل الانتهاكات اللي تصير بحق المواطن العراقي على قدم وساق، وهم أتوقع يقولون إحنا ما نتعامل إلا ويا دولة، وأكو منظمات حقوقية وأكو منظمات إنسانية بالعالم كثيرة دا ترفع ودا تقدم ودا تبين للناس الحق من الباطل، ومن ضمنها هيئة علماء المسلمين. لكن ماكو أي دولة بالعالم دا ترعى هذه المنظمات حتى توقف ويا هذه المنظمات وتوقف ويا الشعب العراقي، لكنهم رعوا المعارضة العراقية
على الرغم من أن المعارضة العراقية ساقت لهم الأكاذيب وما كان عندهم دليل على هذا الشيء. فأنت من يمك يا أخ عادل افهم أن المجتمع الدولي شي يريد من العراق. المجتمع الدولي هو يريد خراب بلدنا. بس احنا نقول بناء بلدنا بإيد العراقيين. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بنفس الساعة وبنفس الموعد إن شاء الله. انتظرونا، أنا محدثكم أفضل الصقر، إلى اللقاء.